الحمد لليل الخفية تعلم ربنا بنورة تستنير الغدا لي اللي جعل حكمنا خير حكم نورا بنورة يقتدي كل سالي حكمنا صار العروبة والإسلام. متابعينا الكرام، يتواجد معي أحد المشاركين والمنافسين في هالمهرجان والحائز على كأس المؤسس في فئة الشعل، خالد بن سعود بن حثلين. هلا وسهلا وحياك الله. في البداية نبارك لك هذا الناموس. الله يبارك فيك ويطول عمرك، والناموس والتوفيق من الله سبحانه وتعالى، ومشاهدكم هو الناموس. الله يطول. حدثنا عن مشاركتك ومنافستك في جلادات في هالمهرجان. والله يطول العمر، مشاركتي أنا صار لي من البداية وأنا مشارك في التلات، وهذا مركز يستحقه وخذيته، وأشكر على من أدى ومن عمل ومن قام على العمل بالوجه المطلوب. أبو سعود، باقي لك مشاركات؟ نعم، باقي لي مشاركة في فئة 30. فئة 30؟ أي نعم. يعني هالسنة تقول أرفع رجلك من السنة الماضية؟ والله طويل العمر رفعت الرجل إن شاء الله، كل واحد أقول له يرفع رجلك، والفية اللي ما فيها قوة وفيها منافسة ما تعتبر فية، لكن نتمنى التوفيق لنا ولأخواننا المشاركين. غير الثلاثين اللي بتشارك فيها، في مشاركة في الأصالة والهجن؟ في الهجن، غيرها في الهجن. السنة إن شاء الله أنك الله يوفقنا وياك إن شاء الله بمشيئة الله. تقول متابعينك في قناة الساحة ومحبينكم ومحبين جلادات؟ أقول الله يحييكم دائما هنا في المركز الأول في فئة التلات. يا سلام، دائما يا مرحبا ومسهلا. الله يحييك. متابعينا الكرام، الان اتواجد في الحراج في شارع السيده، معنا احد المشاركين متواجدين. السلام عليكم، حياك الله. سلام ورحمه الله وبركاته. اسمك كيف طال؟ محمد الشيباني. محمد، نشوفك اليوم بالحراج. اكيد. كم وصلت؟ البعير سوم قصب الحين، ما بعد جاء شيء. 3500. كيف شايف السوق؟ كيف شايف الاسعار؟ والله السوق طيب والاسعار طيبه والحاله طيبه. خل حقي. شوف النسخه الرابعه، في تطور في الحراج في شارع السيده. صحيح صحيح، السنه هذه فارقه عن السنه الماضيه، وكل سنه ان شاء الله يتطور زياده. نعم، اقول عليكم بلبل وعليكم بالسوق وعليكم بالمزينات. نعم، الله يحييك. حياكم الله متابعينا الكرام، لازلنا متواجدين في شارع السيدة، ويتواجد معي أحد الجلابة في هذا السوق. مرحبا ومسهلا، حياك الله. طال يبقيك، طال عمرك وسلمك. اسم كريم، طال عمرك. سلطان محمد دوسري، طال عمرك. اليوم جايين في السوق، كيف شايف السوق وكيف شايف البيعات والمشتريات هنا؟ والله السوق طيب والبيع موجود، وبشرك الحمد لله كل شيء موجود. اليوم مش عرضي أنت؟ والله عرضي طال عمرك، معنا المجهم ذي والخلفها واضحة. ما شاء الله، أول جاية لكم اليوم؟ ها؟ الله توني جايين قدام يومين. ما شاء الله تبارك. كم سنك ما شاء الله تبارك؟ والله هذه طال عمرك عليها 50. ما شاء الله تبارك. كيف شايف السوق؟ والله السوق طيب. والأسعار كيف؟ والله الأسعار طال عمرك زانة. على الأسعار حضرتك؟ والله أغلى ما شفناه هنا طال عمرك، الملايين وفي الأسواق ذي الحراجات. الملايين أنت حضرتها؟ يا حضرتها طال عمرك. على إيش؟ والله شفتها في المجاهيم، شفتها في الوضع، في كله. ما شاء الله تبارك الرحمن. تشوف هالسنه التنظيم وشارع السيده؟ لا والله مرتبين هذي الزمان ممتاز عن السنه الماضيه. اي بالله احسن واجد. ايش تقريبا؟ في حركاتها في السيده وفي الاسواق تقريبا، مبعدين من المحلات ومبعدين. تسير وصول له. ايه. الله يعطيكم العافيه. وياك طال عمرك. حياكم الله متابعينا الكرام، يتواجد معنا احد المتواجدين في شارع السيده. اهلا وسهلا وحياك الله طال عمرك. يا مرحبا ومسهلا بك. محمد بن فيصل الصخاب الحدوث. نعم بحالك. ابيك الله. زوار ولا مشاركين؟ لا والله مشاركين طال عمرك. اي نعم، في التلاد مجهيم. ما شاء الله. اللي مشارك الشيخ بداح، بادي من بداح العود. ما شاء الله. يعني سبق وصار له مشاركه. اي نعم اي نعم. ما شاء الله تبارك الرحمن. اي شفناه احنا باللون الاحمر كامل، لا غتره ولا استئذان. اي نعم، هذا في العشرين التلاد. طلعت انت ايجا بكره ان شاء الله. طال التوفيق ان شاء الله. وانا فاك ان شاء الله. السوق نشوف اليوم والله
السوق والله حلو، السوق ترتيبهم السنة هذه ما شاء الله كل سنة أفضل من السنة اللي قبلها. السنة هذه كيف شاغل؟ والله ترتيب ما شاء الله، لا السوق ولا السيدة ذيك المحلات كل به ما شاء الله ترتيبات يشكرون عليها القائمين عليها صراحة، يعني ترتيب أفضل حاجة وكل سنة في تقدم ما شاء الله تبارك الله. اليوم نشوفك عند المجهر ما شاء الله، كيف شايف الأسعار هنا؟ هل سمتوها ولا عليها سوم؟ والله الأسوام فيها طيب ما أخذن حق هنية والسوق ما عليه الأسوام، والله لها الحين ما بعد يعني جاء السوم القوي، يعني السوق شايف فيه حركة فيه حركة في نعم فيه بيع وفيه أسوام إيه نعم فيه وتحسن فيه تحسن كل، والحيران هنا ما شاء الله مطلوبة ما شاء الله الحيران قوية والناس هنا كل جايين يبيع على قولتهم بكارة، هو اللي يعرض والله يوفق الجميع إن شاء الله. أمين يوفقنا وياك إن شاء الله. من يقول حابب تقول لنادي الإبل؟ أقول يشكرون على التنظيم وأشكر خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمير محمد بن سلمان الله يطول عمارهم، ويشكرون على والقائمين على المهرجان. الله يوفقنا. ومن يقول وفانا فارك يا مرحبا مرحبا. ونلتقي متابعينا الكرام احد المتواجدين في شارع السيده، اهلا وسهلا وحياك الله. الله يحييكم يا مرحبا ومسهلا. الله يحييك ونحييكم من قناه الساحه ونقول موفقين خير. شجاع مبادي مبداح العواد الدوسري ما اعرف زود احنا مشارك ولا اخوك؟ الوالد الله يطول عمرك وعمره. الوالد ابو سدريه حمراء؟ لا هذا اخوي. ونعم هذا اخوي. شوف مشاركته كان قطره حمراء وثوب احمر وسدريه حمراء ويوم احمر مولع نار يعني. نعم الرجال يتوعد باليوم الاحمر وينتظر على حرم الجمر والنتائج غدا ان شاء الله. والنتائج غدا ان شاء الله ان شاء الله. ما شاء الله مشاركين واليوم نشوفكم شارع السيده يعني وش عاد باقي؟ والله مطمنين ونضيع بس نضيع وقتنا بس لين يجي يومنا. وش شفت في السوق اليوم؟ السوق طيب ويتطلب الطيب. كيف شايف السوق هالسنة؟ هل السنة هذه يعني خدمت الملاك خدمت أهل الحلال البيع والمشترى؟ والله خدمهم والسوق أنا أشوفه توه باقي، يعني كل ما زادت المنافسة أهل المشتروات في الفئات المشتروات بتزيد المشتروات يعني بتصير أكبر. الحين المشتروات قليلة عشان المشاركين المشترين الفئات المشترية لا الحين باقي ما شاء الله. ما دام إن شاء الله بكرة غدا إن شاء الله اليوم الأحمر على قولتهم زين، وش شايف كيف مشاركتكم تنافسكم قوي؟ والله نادي المجاهيم قويه شفناها امس قوي اكيد قويه ما واد الاحمر دخول مفاجئ احنا فاجئناهم باللون احمر وفي دخول وقت دخولنا وخفنا من اشياء انها تحصل والحمد لله ما حصلت مثل غياب بعض المشاركين او شيء انسحب بعض انا المشاركين. شوف عوادي توعد اشخاص معينين لكن شوف كانوا موجودين السنه الماضيه والسنه دي موجودين اي موجودنا بشترك تفوقت عن السنة الماضية؟ احنا متفوقين العام بتصويت الجمهور لكن اللجنة بغض النظر عن تصويت الجمهور عن الشخص هذا المعني له احنا نعني الجميع مو هو الا شخص واحد احنا نبي للجميع كل من الحضور يعني مو بشخص واحد ده السنة حاضري ابشرك وهدفنا عمي. الواحد هو هدفنا حضوره طال عمرك فانا وفالك بالتوفيق. حاب تقول شيء لنادي الابل؟ اقول اشكرهم على حسن التنظيم وعلى الإدارة الطيبة على السوق وعلى المهرجان وعلى التقديم يقدمون الملاك وإحياء هالموروث اللي نحمد الله ونشكره عليه. الله يطول عمرك وشكرا لك. العفو يا مرحبا. أبو فيصل وش حاب تقول لنادي الإبل في نسخته الرابعة على التنظيم هالسنة؟ أقول أشكرهم وبيض الله وجيهم وترتيبنا حلو والله يعطيهم العافية. شوف النسخة الرابعة كان في تنظيم في بعض نعم فيها تنظيم وفيها اشياء عنزانة. حاب تشكر من طهرك؟ اشكرك طال عمرك واشكر اللجنة واشكر من قام على نادي البل. الله يطول عمرك وياك طال عمرك لي. مرحبا. سنين الغدا لي اللي جعل حكمنا خير حكم. حياكم الله متابعينا الكرام، ويتواجد معنا احد المتواجدين في شارع السيدة من دولة الكويت، اهلا وسهلا وحياك الله. الله يحييك طول عمرك. لا يعرفنا باسمك راح يحييك. معك اخوته برجة الدوسري طال عمرك من دولة الكويت. اليوم جايين شارع السيدة الله الله عارضين الأبكار هنا طال عمرك نسأل الله التوفيق. كم يكون يا والله قد لنا أربعة أيام. أربعة الله الله مشاركين الخوالي في شوط 3-0 نسأل الله هليل بمبخوت الشكار الدوسري نسأل الله التوفيق. الله
الله الله له وللجميع ان شاء الله. دام لكم اربع ايام اكيد اطلعت على السوق شارع السيده. اي بالله طلعنا. كيف بعتوا شيء انت مالك؟ مالك الوا اسوام على ما قالوا للبكار ونسال الله الرزق ان شاء الله مبارك. بكار لهذه البكار. الله في بكرتين طال عمرك على بعير علوش بن ناصر الجدعه والمفروض على بعير شارينا اساسه دبيه. كم سيمك على البكار؟ الله الله. البكره المفروده ب 65 السوم والجدعه 75. الله الله سلامتك. هذا يدل ان السوق في حركه. في حركه الله الله. اي الله الله الله. خدمت اهل البل وخدمت الملاك. اي بالله عزل. كيف شايف التنظيم هالسنه من تنظيم شارع السيده؟ والله خدمات للزوار والمشاركين واهل السوق. من افضل الى افضل. احنا العام حضرنا والسنه دي حضرنا وكل ماله في تطور. الله الله وبيض وجيههم ويعطيهم العافيه على القايمين في المهرجان. الله الله. ابد الله يعطيهم العافيه والله يقويهم. وياك يرحم والديك. العفو. We'll be right back.